مشاهدينا، تطورات المشهد السياسي وترقب الحوار الوطني بين الكتل موضوع نناقشه مع ضيفينا. ينضم إلي مباشرة من الأنبار النائب عن تحالف السيادة السيد مصطفى العرسان، وينضم إلي في الاستوديو عضو تحالف الفتح السيد عائد الهلالي. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد مصطفى من الأنبار. أبدأ معك بالشروط العشرة التي وضعها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لضمان نجاح الحوار الوطني. يعني هذه الشروط بعضها حمل مضامين مختلف عليها فيما بين القوى السياسية. السؤال، هل يمكن المضي بهذه الشروط لتكون انطلاقا لإصلاح جذري للعملية السياسية وفق رؤية السيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة الأخبارية العراقية الأخبارية، وشكرا لضيفك. تحية لك كريم. حقيقة بس أعرفك عن نفسي، عضو تحالف السيادة القيادي في حزب تقدم. الورقة التي حتى اليوم قام بها السيد رئيس البرلمان العراقي او بصفة الشرعية والدستورية كرئيس مجلس النواب، الأزمة السياسية التي عصفت في العراق وكانت أزمة حادة قبل أيام، حول هذا الأزمة السياسية الحادة حقيقة مع الأسف إلى صراع يعني قوي أدى إلى تصادم وراح على الشهداء وجرحى في هذه الأزمة الحادة. اليوم السيد رئيس البرلمان العراقي كما ذكرت يمتلك الشرعية الدستورية ويمتلك الشخصية الوطنية، وهو عضو تحالف يرأس حزب كبير العملية السياسية، مشارك في العملية السياسية. اليوم هذه الورقة نعتقد هي الورقة التي سوف يتم يعني البحث فيها في اللقاء الجديد الذي سيحدث عليه السيد رئيس الوزراء في الحوار الوطني، حتى يتم البحث فيها والتوصل إلى نقاط مشتركة بسبيل الخروج من هذا الأزمة السياسية الحادة. اليوم هذه ليست شروط وإنما مقومات للحوار الوطني، حتى ينجح الحوار الوطني في هذه المرة ويكون له مخرجات واضحة المعالم ومخرجات ترضي الأطراف في سبيل الخروج من هذه الأزمة. أعتقد النقاط واضحة للجميع، مرة هذه النقاط ترضي طرف ومرة هذه النقاط ترضي مطالب طرف آخر. في هذه النقطة سيد مصطفى، يعني في هذه النقطة بالذات إذا سمحت لي، يعني هل تم طرح هذه المبادرة وفق مواقف يعني من قبل الكتل السياسية؟ يعني هناك نقاط كما ذكرت مرضية لطرف وغير مرضية لطرف آخر، ونحن نتحدث عن قوتين أساسيتين، الإطار التنسيقي والتيار الصدري. يعني هل وصلت هذه النقاط إلى الجهتين؟ هل هناك مواقف وصلت إليكم استجابة أو رفض لهذه النقاط؟ هو اليوم السيد رئيس البرلمان العراقي سعد محمد لديه الدراية الكافية، وهو في الوسط الأزمة السياسية وكان فاعل قوي في تهدئة الأوضاع على اعتبار هو رئيس برلمان يمتلك الشرعية الدستورية وكذلك له الواقع السياسي والواقع الوطني في العراق. أكيد هو طرح هذه الورقة، له الدراية الكافية وله الاتصالات الموجودة في الواقع السياسي أنه ترضي الأطراف أو تكون مخرج للعملية السياسية الحادة والأزمة السياسية الحادة. فأكيد السيد الرئيس له دراية وله الفكرة في سبيل أنه هذه المقومات للحوار المستقبلي تكون ناجحة في سبيل الخروج من هذه الأزمة. كما ذكر اليوم السيد الرئيس أكيد يعني له لقاءات وله اتصالات بما يمتلك من شخصية وطنية واضحة على المستوى الوطني، لديه لقاء يعني اتصالات مع الأخوة في التيار، له في الإطار، له مع الكل. هذا باعتبار أولا هو كرئيس مجلس النواب، وثانيا هو شخصية وطنية يمتلك حزب وعضو تحالف سيادة، له يعني الشراكة في العملية السياسية على مستوى النهج الوطني أو الفضاء الوطني. وأنا أعتقد هذه الورقة ستكون حقيقة واضحة في المعالم وستقبل من كل الأطراف في النقاش فيها للخروج من الأزمة السياسية.
واضح. أعود إلى ضيفي عضو تحالف الفتح السيد عائد الهلالي، أرحب بك مرة أخرى، ودعنا نتحدث بإطار مبادرة السيد الحلبوسي أو الشروط التي وضعها السيد الحلبوسي لإنهاء الأزمة السياسية أو حتى مبادرة للحوار الوطني. هل من موقف رسمي من قوى الإطار حول هذه الشروط؟ نعم، شكرا جزيلا، مساء الخير لكم حبيبتي الأعزاء والقناة المقرة وكذلك مشاهديكم الأكارم. يعني نعم، السيد رئيس البرلمان قد أطلق مبادرة وحدد 10 شروط لهذه المبادرة، وكما تعلمنا الآن من خلال شاشتكم الوقرة عن بنود المبادرة، لكن هذه المبادرة قوبلت في بعض نقاطها يعني حساسية عالية من قبل بعض الشركاء السياسيين، ولو أنها قد تأخرت بشكل كبير جدا، ولكن كما يقولون أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. ولكن للأسف الشديد ما أعتقد أن هذه المبادرة سوف يكتب لها النجاح، وأنها من الممكن أن تكون أساس لحوار يجمع الشركاء السياسيين أو أساس للخروج من الأزمة السياسية الخانقة في البلاد. نحتاج إلى مبادرة أكثر نضجا، نحتاج إلى ما هي النقاط التي شكلت بالنسبة لقوى الإطار تخوف حتى رفضتها بشكل قطعي؟ وليست قوى الإطار، يعني هي اللي موجود الآن، يعني الكثير من المراقبين والكثير من المتابعين والكثير من المختصين بالشأن السياسي العراقي انتقدوا بعض النقاط. يعني أن تتحدث عن قضية انتشار الجيش وخروج القوى يعني الماسكة للأرض واستبدالها بقوى الأمن الداخلي والوضع الأمني المتشابه نج الآن والخروقات الكبيرة جدا نحن بهذه القوى الماسكة الآن للأرض، ونجد أن هنالك خروقات يوميا في كافة جبهات القتال، ونجد أن هنالك العشرات من يعني أعداد كبيرة جدا من الشهداء والجرحى تسقط، وهنالك لربما أنه موطئ قدم لداعش وما إلى ذلك. يعني أنا خلنا نتعظ من التجربة اللي كنا أخذناها في 2014. لكن المبادرة تتحدث عن سحبهم من المدن وإحالتهم إلى مراكزهم في مراكز التدريب ومناطقهم العسكرية، هذا كان ما يتحدث به السيد الحلبوسي. نعم، إحنا إذا سمعت أو شاهدت أو طلعت على أنه كان هنالك هجوم قبل يومين على سيد غريب، هجوم واسع استمر لليلة كاملة لقوى داعش. يعني داعش موجود الآن وبقوة كبيرة جدا، ويتحرك بالمناطق، خصوصا هنالك مناطق يتحرك بها بقوة وله حواضن وما إلى ذلك. اليوم عملية سحب القوات الأمنية من الماسكة لهذه المدن واستبدالها بقوى الأمن الداخلي، لا، احنا عندنا تجربة بهذا. طيب هذه نقطة واحدة سيد عائد من مجموع النقاط العشرة، لماذا يعني لا 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 يمكن التفاوض على هذه النقطة؟ لا ليست هذه النقطة، وإنما هنالك مثلا النقطة المتعلقة بتفسير المادة 76، وهنالك نقاط كثيرة ستحضرني يمكن موجودة عند جنابكم. تعديل قانون الانتخابات أو الإبقاء، نعم، أو تحديد موعد انتخابات مبكرة والميزانية وما إلى ذلك، الكثير من هذه. احنا ما نحتاج اليوم هذه المبادرة، نحتاج إلى تفسير المشكلة الحالية القائمة الآن ما بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيق. قبل التفسير، يعني نعم، لديكم اعتراض على تعديل المادة أو تفسير إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، نعم، المتعلقة بالكتلة الأكثر عددا، ما هو اعتراضكم؟ لا، هو اعتراضنا واضح وصريح أنه هذه المادة تستبدل. يعني احنا لدينا الكثير من النقاط اللي موجودة في الدستور، لدينا عليها علامات استفهام كثيرة جدا، نحتاج إلى تغييرها بالمطلق، نحتاج إلى تغيير قانون الانتخابات، نحتاج إلى تغيير المفوضية، نحتاج إلى آلية الانتقال من هذه العملية إلى العملية السياسية القادمة. نحن لدينا رؤية، والأخوة في الإطار التنسيق أو في التيار الصدري لديهم رؤية، نحن نقول نذهب باتجاه تشكيل حكومة، ومن ثم بعد ذلك نقوم بإجراء جملة من التغييرات. حتى نميز بين مادة دستورية تحتاج إلى استفتاء شعبي ومادة، نعم، قانونية يمكن تعرض للبرلمان، نعم، يعني المادة 76 مادة دستورية، نعم، يعني تعديلها أو تغييرها هذا يحتاج إلى استفتاء شعبي على الدستور، يفتح باب إلى تعديلات كثيرة. سيد الكريم، نحن يعني كنا نعلم أنه الدستور كتب لفترة 5 سنوات، وكان من المفترض أن يعدل بعد 5 سنوات، لأن هنالك غياب للأخوة البيت السني عن اللجنة اللي كانت تكتب الدستور، والذي يمثل البيت السني في ذلك الوقت هو تمثيل كان يعني شرفي ليس إلا ما من كتب الدستور، كان هنالك لي لذراع الأخوة الشيعة من قبل الأخوة الكرد، هذا معروف الموضوع. وهنا هنالك مواد كثيرة جدا في الدستور تخدم الأخوة الكرد ولا تخدم باقي العراقيين. كانت الفكرة الأساسية هو تغيير جملة من المواد الدستورية، يمكن توصل إلى 50 مادة موجودة في الدستور انه تحتاج الى تغيير، نعم، وان تحتاج الى راي شعبي او تصويت شعبي، ماكو مشكله بهذا الموضوع، لطالما اننا نذهب الى مشكله الماده 76، ترى هي اساس المشكله اللي احنا نعاني منها الان. الكتله الاكبر وين؟ بالبرلمان او الكتله الاكبر اللي فائزه في الانتخابات عاده، وبالنظم السياسي العالمي انه من يفوز في الانتخابات يذهب الى تشكيل حكومه. احنا وضعنا اساس، وهذا الاساس شنو؟ احنا جايين نجني ثماره الان،
هذه المشكله الاساسيه اللي حاصله اليوم. لو كانت انه الكتله الاكبر هي تذهب الى تشكيل حكومه لشكلت تفسير هذه الماده تحديدا لشكلت نعم سيدتي لشكلت او لشكل الاخوه الصدريين الحكومه انتهت المشكله ونحن الان نعاني من مشكله واراقه الدماء صار اكثر من 10 اشهر. طيب معنى ذلك انكم ماضون بعقد جلسه برلمانيه لانتخاب رئيس الجمهوريه لان هناك اراء تتحدث عن هذا الموضوع؟ انا لست مع هذا الموضوع. انا من وجهه نظري الخاصه لست مع من يريد ان يذهب الى تشكيل لجنه لانه لربما يعقد المشهد السياسي بشكل كبير جدا. هنالك طرح على اساس انه يوم غد سوف تكون هنالك جلسه في القصر الحكومي تجمع شركاء سياسيين وهنالك تسريبات تقول بان انه الاخوه الصدريين سوف يكونون حاضرين في هذه الجلسه، ان حضر الاخوه الصدريين فهو معول في جدار الانسداد السياسي. طيب واضح جدا، دعني انقل هذه النقاط الى السيد مصطفى من الانبار من جديد. سيد مصطفى العرسان اليك من جديد، يعني قلت قبل قليل ان هناك رسائل وصلت، هناك اتصالات مع القوى السياسيه، لكن من كلام السيد عائد الهلالي يبدو ان هناك اعتراض على يعني عدد كبير من النقاط الوارده، ليست كثيره 10 نقاط، الاعتراض الان على اغلبها، يعني هذا يجعلنا نتساءل عن مصير هذه المبادره، هل يمكن ان تنضم الى مبادرات سابقه ولدت ميت أو ماتت سريريا فور وصولها إلى القوى السياسية؟ أنا مع الأخ الضيف الكريم، هو اعترض على قضايا جانبية، يعني أنا اليوم انتشار القوات الأمنية هو مصل بالمبادرة، يعني انتشار القوات الأمنية اللي تحدث السيد رئيس المجلس النواب على مراكز المدن، هذه يعني نقطة واحدة، لكن النقاط السياسية عذرا على المقاطعة سيد مصطفى، النقاط السياسية نعم. المادة 76 نعم. من الدستور نعم. مسألة نعم. تعديل أو إبقاء قانون نعم. الانتخابات هو المبادرة نقاط بها واضحة. الأخ تكلم عن موضوع انتشار القوات الأمنية، انتشار القوات الأمنية هذا الموضوع مو هو مصر بالمبادرة، ممكن هذه تكون جزئية من الجزئيات اللي طرحت طيب. بالمستقبل، لكن طيب هذا جزء من الممكن الحديث عنه والتفاوض حوله، لكن بالتأكيد يعني لا يختلف اثنان على أن النقاط السياسية هي التي تشكل نقاط الخلاف اليوم وفق النقاط العشرة، النقاط المتعلقة بقانون الانتخابات، مفوضية الانتخابات، إجراء انتخابات مبكرة، تعديل المادة 76 من الدستور، هذه أيضا وتشكيل الحكومة أمدها عام واحد تمهيد للانتخابات المبكرة، هذه النقاط التي أصبحت تشكل خلافا اليوم. نعم، بالنسبة لقانون الانتخابات المبادرة واضحة أنه يكون هنالك اتفاق هل هو تجري الانتخابات القادمة على القانون الحالي أم هنالك تعديل في القانون. أكو مطالبات من جهتين، قسم من المطالبات أن يبقى هذا القانون الحالي وقسم من المطالبات أن يتعدل القانون، هذا كله يتطلب نقاش حتى الوصول إلى وضوح في الأمر. كذلك اليوم اكو مطالبات بانه يكون هنالك انتخابات مبكره نعم. من عده اطراف وهي صلب الموضوع، فشنو المانع شنو الضير انه تكون حتى نهدي الاوضاع ونروح في يعني البلد الى بر الامان، شنو الضير انه يكون هنالك انتخابات مبكره وتجري الانتخابات المبكره ويكون ضمن قانون ضمن يعني قانون واضح والماده 76 يعاد تفسيرها حسب المعطيات حتى لا نختلف كثيرا. لكن المحكمة الاتحادية فسرت هذه المادة سابقا سيد مصطفى، فسرتها المحكمة الاتحادية نعم فسرتها سابقا. لكن أكو معارضة في هذا الموضوع، هل هي الكتلة الفائزة في الانتخابات لو هي الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات في البرلمان، عليها خلاف وعليها يعني كلام طيب كثير. أنتم في تحالف السيادة تميلون إلى أي رأي، الكتلة التي تشكل بعد الانتخابات أم الفائز بالمقاعد الكبرى هو الذي يشكل هذا الحكومة؟ هذا التفسير هذا التفسير يعتمد على ما يطرح باللقاء أو في المناقشات. أنا كرأيي الشخصي أنه هي الكتلة الفائزة في الانتخابات المعتاد في كل برلمانات العالم هي اللي تشكل حكومة، لكن صار اختلاف في هذا الموضوع، هذا لازم يطرح حتى تحل المشكله، وهذا فائده للجميع ليس فائده لطرف على طرف اخر. طيب الانتخابات هي راح تقرر نعم. من الفائز الاول من الفائز الثاني لسبيل نمضي في اي اشكالات مستقبليه. هذا ايضا يعتمد موضوع سيد مصطفى هو تشكيل حكومه نعم. يعتمد ايضا على موقف سني موحد تجاه العمليه السياسيه اليوم، هناك حراك سياسي في الانبار، هناك حديث عن ولادة ربما كتلة جديدة، تحالف جديد يعني يخوض الانتخابات المقبلة، يعني هل يؤثر ذلك على الموقف الموحد الذي يجب أن يكون حاضرا في طاولة الحوار؟
احنا نتكلم عن اليوم اكو تحالف اسمه تحالف السياده اللي هو يضم حزب تقدم وتحالف السياده اللي راسه الخير سقجر والسيد رئيس البرلمان الحلبوسي. اليوم هذا التحالف هو المتصدر للمشهد السني. الانتخابات المقبله يعني هو يعني مسموح لاي واحد يروح يشكل او يدخل الانتخابات، هذا مسموح ضمن القوانين لا اختلاف عليها، لكن هو الجمهور راح يقرر من وين يروح، هل هذا التحالف او هذا التحالف. هذا مو موضوعنا، احنا موضوعنا المبادره، كيفيه الوصول الى حلول وسطيه حتى نخرج البلد من الازمه السياسيه الحاده اللي ادت بالبلد قبل ايام. لا سمح الله لو كانت استمرت يروح البلد الى الهاويه، تروح تذهب العمليه السياسيه ويذهب البلد الى المجهول. هذا هو موضوعنا اليوم اللي احنا نحاول نقرب وجهات النظر واللي تدخل بها السيد رئيس البرلمان حتى نطلع من هذه الأزمة السياسية الحادة، حتى نروح إلى أمور أخرى ممكن أنه يساعد في بناء البلد إلى مواضيع أخرى. يعني اليوم عندنا موازنة معطلة، يعني أمور أخرى، خدمات معطلة، كل شيء معطل في سبيل إحنا مختلفين على أمور سياسية يمكن حلها والجلوس على طاولة واحدة حتى نقرب وجهات النظر حتى نخرج من هذه الأزمة السياسية الحادة. هذا هو الموضوع المبادر. واضح. إذن أعود إلى سيد عائد الهلالي، كنت تحدثت عن قبل قليل عن تسريبات اجتماع قد يحدث غدا. من المؤمل كما ذكرت اشتراك وفد من الكتلة الصدرية. أين سيتم هذا الاجتماع؟ من سيرعى هذا الاجتماع؟ ومن سيحضر هذا الاجتماع؟ حقيقة الاجتماع يعني كان يعتقد أنه سوف يقام بالبيت الحكومي أو في القصر الحكومي، يعني هو تتم للاجتماع الذي حصل في المرحلة الماضية، يعني كانت المرحلة الماضية هو الجلسة الأولى، واليوم نحن في قبال جلسة ثانية برعاية السيد الكاظمي دولة رئيس الوزراء، هو الذي لربما سوف يكون راعي لهذا الاجتماع. وكما قلنا أنه الجميع على أساس لديه الرغبة في الاجتماع، لكن المشكلة الأساسية أن الإطار التنسيقي قال قبل أيام أنه سوف يؤجل كل ما لديه، كل مشاريع وكل حواراته إلى ما بعد زيارة الأربعين للحفاظ على هذه الشعيرة، وعلى على أساس أنه لربما كي لا يكون هنالك تصعيد، وهذا التصعيد لربما ينزل للقواعد الشعبية، والقواعد الشعبية لربما يكون لها رأي ثاني، وبالتالي نتعامل مع الموضوع ب... لماذا يكون تصعيد سيد عائد؟ يعني المفروض أن الكتل السياسية تعلمت درسا قاسيا من الأيام التي مضت، يعني نتحدث اليوم عن ضرورة وجود التيار الصدري في أي حوارات مقبلة. هذا الوجود يعتمد على تنازلات يقدمها الإطار التنسيقي، بوادر حسنية. نعم. أنا دائما كنت أتحدث أنه لا غنى للعملية السياسية عن الأخوة الصدريين. الأخوة الصدريين ركن أساسي بالعملية السياسية، وهم يعني قد جاءوا العملية السياسية منذ 2003 إلى اليوم. وجودهم خارج عملية سياسية خطأ كبير جدا. هسه إذا كان الخطأ قد وقعوا فيه الأخوة الصدريين بخروجهم من مجلس النواب العراقي، علينا أن لا نعمق الفجوة ما بين الإطار أو ما بين مكونات البيت الشيعي، ونقوم بعزل الكتلة الصدرية لأنها قد اختارت أن تكون خارج عملية سياسية في هذه الفترة. لا، يجب أن يكون لدينا إصرار كبير جدا على أن نأتي بالأخوة الصدريين وأن يكون لديهم حوارات ونقاشات. لكن المشكلة الأساسية أنه التصعيد الذي حصل في الأيام الماضية وما وصلت إلى العملية السياسية والانزلاق الأمني اللي حصل، وهنالك تسريبات أيضا ظهرت في على شاشات التلفاز وعلى مواقع السوشيال ميديا من أن هنالك أشخاص يدعون ولاءهم إلى الكتلة الصدرية، بدأوا يتجاوزون على الضيوف. إذا نفتح باب التسريبات، باب التسريبات إذا فتح لن يغلق على الجميع. وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتماده دليلا ثابتا للموضوع. لكن بالنتيجة هي بوادر حسن النية التي يجب أن تقدم من كل الأطراف من أجل الدخول إلى الحوار. سيد عائد الهلالي عضو تحالف الفتح، شكرا جزيلا لك. شكرا. وأشكر ضيفي من الأنبار السيد مصطفى العرسان النائب عن تحالف السيادة، شكرا لكم. شكرا.